مساء الخير. بس معلش، هو الجيم اللي هنا فين؟ عشان بس عايز اضبط الباي والتراي. اوف يا لهوي، انت بتعاكس هنا، انا عضو هنا، انت بتحرجني. معلش الجاكيت عامل شغل يا سيف، مش ممكن شغل ايه شكل انت جاي تخطف طفل؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ طب طالما مش عايز نعاكس بنات، عايز نعمل ايه؟ جايين نادي نعمل ايه يعني؟ انا عايز افهم. جايين عشان نلي، ما بتردش عليا في التليفون من امبارح، وحاسس انها زعلانه. اكيد زعلانه عشان ما لقيناش اللابتوب بتاعها. طب ما احنا يا كيوتي اموري عسوله، قعدنا قلبنا العربيه ما لقيناش حاجه. يا كيوت هي امرايه الامرايه، لو كنا دورنا تحت الاستبن كنا هنلاقيه. وازاي كنا هندور تحت الاستبن؟ مش عارفين نشيل الاستبن اساسا. اهو كنا اتصرفنا احسن ما تزعل. ومن انت بيفرق معاك زعل البنات اساسا؟ وانت مشوار البنات ده مالكش فيه اساسا. مين اللي قال لك؟ لا ليا فيه طبعا. ايه اللي ماليش فيه؟ لا فيه طبعا، انا كويس جدا. بس هي عشان زميلتنا في الجامعه. زميلتنا في الجامعه؟ لا ده انت رخم قوي، انت رخم يا شريف. في ايه؟ لو عايز تهزر قول لي عشان ما اجيش انا هنا يا شريف، ما تهزرش معايا. انت وقعت منين؟ انت حبيتها؟ لا انت قديم يا شريف. اوعى يا شريف، انا بعرف يا شريف، ما تلمسنيش يا اخي. قلت لك يا نهار اسود. ايه ايه؟ امن النادي؟ امن النادي؟ ياسمينه جايه. امن النادي ايه؟ واحنا نطيب من على السور. دي ياسمينه. مين ياسمينه دي؟ واحده كنت ماشي معاها زمان. دي جامده قوي، جامده قوي قوي قوي. ايه ده؟ لا ولسه بقى لما تيجي تشوف بقى انا عامل ايه. هاي ياسمينه، ازيك؟ هاي يا سي زفت. ايه؟ انت بتضحك على ايه؟ انت ليك عين تيجي نادي برجليك؟ انا؟ ده اللي انت عملته معايا امبارح ده. عملت ايه معاها امبارح؟ انت عامل معايا ايه؟ افهم صوتك، افهم غلط. والله انا فهمت. عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. استنى، عمل ايه؟ في ايه؟ انت عملت شير للصور القديمه بتاعتي على الفيسبوك؟ ايه انا؟ هو لو في مشكله في الصور القديمه حضرتك وعايز نحط لك صور جديده، اديها لنا وهنحط لك الصور الجديده على طول يعني. لا انت ممكن تخلص خالص عشان ما حدش كلمك اصلا. انت بتضحك على ايه؟ بتهزقك انت. ايوه صح. انا ما شيرتش حاجه. امال مين اللي شير الصور دي؟ مين؟ مش ده الاكونت بتاعك؟ اه. يبقى مين اللي عمل شير؟ مين؟ صدق انك حيوان. اه يا حيوان. ايه حيوان؟ ايه العصر؟ الشنطه بتوجع قوي. ايوه طبعا، السوسته جت في درستي. معلش سلامتك يا حيوان. ما تلمسنيش يا شريف، ما تمسكنيش. قلت لك يا اخي اوعى بقى يا اخي. الله بجد انا ما صدقتش نفسي لما شفت الصور. فضيحه يا بنتي، دي اسمها فضيحه. انتي مش فاهمة كمية الكومنتس عاملة ازاي. كل الناس، بجد كل الناس، I'm not exaggerating، كلهم عاملين شير للصورة. يا بنتي انتي مش فاهمة، دي جت النادي 10 دقايق بس امبارح، ومن اللي اتعمل فيها راحت عيطت ومشيت على طول. احسن، تستاهل. قلتلك يا سوء انا مش سهلة، انا مش سهلة خالص. ادخل ادخل. أمرت الحلوة بقت تحمة، بقت تحمة، وإنها سحري. هي بتقول تحمة كده، تحس إنها واكلة هو تحمة. سو نكمل كلامنا بعدين عشان غالبا في مصيبة. باي حبيبي. بابا نيلي، أمورة بابا نيلي، كتكوت بابا نيلي. خلصت فقرة المنوعات بتاعتك؟ الحقيقة هو لسه، بس انت لو عايزاني اخلصها اخلصها، كان لسه في شوية حاجات كده. اللي عندي فراشة صغننة وعندي بغبغان مش عارفة ايه. لا فراشة صغننة دي يوم الجمعة قبل الصلاة، ما تنسيش. انما دلوقتي في البحر سمكة سمكة. عارفة السمكة وعارفة كل ده، خشي في الموضوع على طول. ابدا. انا جاي اقول صباح الخير على احلى واجمل والطف واقدم بنت في الدنيا، اللي يا سبحان الله حتى لو قلت لك حاجه تضايقك او تنرفزك عمر صوتك ما يعلى على بابي ابدا. ولا انا غلطان في العنوان؟ انجز يا بابي وقول عملت ايه غلط. بالعكس، عملتش حاجه غلط. ده اللي عملته ده عشان ما اعملش حاجه غلط. ممكن تبقى دايركت وتقول لي ايه الموضوع على طول؟ طيب اللي عملته ده عملته عشان خاطرك انتي، عشان اكون عيله ونتلم كلنا، كلنا نتلم في حميميه ونبقى اسره جميله مترابطه. تقصد بكلنا ده اللي هو مين؟ طيب انتي ما نفسكيش من زمان يكون ليكي اخت؟ عمري ما كان نفسي في كده. ما تقول بقى في ايه؟
ابدا. الغايه في الموضوع يعني انا جوا صباح. علي صوتك. لا عشت ولا كنت لما علي صوتي على بنتي. انا جوا صباح. علي صوتك بالغنى. انا هتجوز صباح. صباح مين؟ خالد شريهان. اخت شادية؟ مرات عبد الحليم؟ نو واي الست دي تدخل البيت هي والبتاع اللي معاها دي على جثتي. تس 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 تس. اي اي باشمهندس والنبي زود لي بقى الافكت بقى. عيب يعني ده انا حبيبه. ايوه تيست. ايوه الله. ايوه تمام تمام. عمنا عمنا باشا انت مصور؟ مصور كوكو مصور حضرتك؟ ما توقفليش هل بقى توقفلي عند الباب بقى تصور الناس وهي داخله ماشي؟ فين اللي معاه كاميرا الفيديو؟ اه عمي معاك تقعد لي هنا تخرج وتدخل والكلام الحلو ده ماشي؟ والقلوب والحاجات اللي انا قلت لك عليها حبيبه. يا كريكا مفارش قهوه فيصل دي بقى تشيلها لي وتحط لي بقى المفارش المورد ممكن؟ مش ده اتفقنا؟ يلا يابا يلا الله يكرمك. الشيشه تمام والولعه تمام ولا ايه؟ يلا العروسه وكتاب الله لو جت ما لقيتش كل حاجه جاهزه هتسمعوا الفاظ ما سمعتهاش في حياتكم. مش مصدقه نفسي يا سو. ساتش نايت مير. بقى ده فرح بزنس مان كبير لو حد عدى من بره هيفتكره مولد. على فكره انا بجد اللي مش مصدقاكي انت. كل اللي فارق معاكي الفرح ان هاو ات لوكس ان فرونت اوف بيبل. مش فارق معاكي خالص ان ابوكي متجوز البيئه اللي اسمها صباح دي. ازاي يعني مش فارق معايا؟ اذا كنت انا من ساعه ما عرفت انه هيتجوزها برجع كل يوم. خلاص ليه ما بقصيش الجوازه يا نالي؟ سو بابي قليل الادب وبتاع ستات وبتاع ستات بلدي كمان اللي هما بقى بتوع يا حبيبتي والحاجات دي. فكده ولا كده كان هيتجوزها حتى لو كنت عملت له اللالو. اللالي وات ايفر. انا قلت سيبه يومين ثلاثه يتجوزها وبعدين اشوف طريقه اخليه يطلقها. ايوه بس هتخلي ست البيئه دي هي وشريهان يقعدوا معاكي في الفيلا هنا؟ امال اخليه يجيب لها بيت ويكتبه باسمها ولما يطلقها تاخد البيت؟ لا طبعا دي لازم تفضل تحت عينيا. اسيبها يعني تاكل بعقله كنافه؟ حلاوه يا نالي حلاوه. تس 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 تس. تشيك 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 مايك تشيك مايك. ايوه الله الله الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ده مين اللي طالب زبادو فراوله ده؟ مساء الفل يا فندم. محسوبك هاني. مبروك للحاج. انت مين يا حيوان انت؟ انا ليه يعني الغلط ده حضرتك؟ يعني انا هاني هاني الدبدوب. دبدوب يعني حيوان اهو. عسل عسل والله يا فندم. انت بتعمل ايه هنا؟ انا حضرتك انا اللي مسؤول عن التجهيزات بتاعه الفرح. يعني تقدر تقول عليا كده انا الويدنج بلينرز. سمعتي قال ايه؟ بلينرز. اه لا مؤاخذه احنا اسفين لو كنا ازعجناكم بس لازم نعمل ساوند تشيكس عشان تبقى كل حاجه جاهزه. ليه بتحطوا اسف في كل حاجه؟ بلينرز وشيكس ليه؟ هو انت كتير؟ مش انت واحد؟ لا انت فهمتي غلط يا ابله. الاس دي مش بتاعه البلور. لا دي اس بتاعه الابوستروف اس. يعني الاس عايده على الذكر اللي هو انا. انت مش ذكر انت حيوان. وانت عسلز عسلز. ممكن اجرب؟ اه طبعا اتفضلي اعملي. لا عايز اجرب شيكس. اقولي شيكس 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 شيكس. في 60,000 داهية. والله كان قلبي حاسس ان هما مش هيعدوها على خير. يلا طلبوها ونالوها. خلاص يا خالتي سيبك منهم. بس يا بيت بتكسروا ورانا قلل يا حرام عفنة يا ولاد. بس يا خالتي دليلة فرحك. فرحي؟ لا ده انا اقلع لكم الابيض والبس عليكم الاسود يا ولاد اطفوا. خلاص بقى يا خالتي خلاص. ما تسمعونا زغروطه يا ولاد. على عينك يا أهرانا. على عينك يا أهرانا. حبات الليله يا عيانا. على عينك يا أهرانا. على عينك يا درتي. على عينك يا درتي. الابيض
عمر فضلتي. على عينك يا درتي. يلا يا حارة ضلمة. يلا يا حارة ضلمة. احنا اللي نورنا. احنا اللي نورنا. يلا يا حارة هصي هص. يلا يا حارة هصي هص. احنا اللي عملنا لكم حس. احنا اللي عملنا لكم حس. يجي. يجي. يجي واقول له. يجي. على لعبي كله. ارفع ايدك فوق hey! لو متضايق هتروح hey! اركب مجات هتسيح hey! وعك في العكس تسوق ارفع ايدك فوق لو متضايق هتروح اركب مجات هتسيح وعك في العكس تسوق فرتكه فرتكه عطب لو عالسكسكه فرتكه فرتكه ضغطت ومحكتكه فرتكه فرتكه راجعني عامل دربكه راجعني عامل دربكه غرقان في شبر الميه صحني فتحلي عليا هديك هديك مساء الخير يا جماعة. مستر سليم. هاي. ازيك؟ هاي انكل سليم. يا نيل يا بنتي مبروك. مبروك على ايه؟ مبروك على المصيبة اللي احنا فيها؟ خير في ايه؟ في ايه يا انكل؟ حضرتك مش شايف الديكوريشن؟ مش شايف بهدله الجنينة ازاي؟ بص البالونة اللي هناك. بص حضرتك الناس اللي وراك بترقص ازاي؟ كارثة. لا الأطفال اللي معاهم والله العظيم